مدافع الوداد البيضاوي أشرف داري يدين للحظ بالكثير بعد ما نال الرسمية ومعها المشاركة في أهم مسابقة إفريقية وهي عصبة الأبطال. مصادر أكدت وجود اهتمام من فريقين من فرنسا باللاعب، ومما كان الشأن مع بن شرقي فإن بصمة رونار ستكون حاضرة في انتقال أشرف داري إلى فريق أوروبي. تأكدنا من معلومات تفيد أن ما تم تداوله بشأن الشروط الصارمة الموضوعة سلفا لضمان حصول ليونيل ميسي في مواجهة طنجة الودية أغلبها صحيح، ومنه اشتراط طائرة خاصة لنقله من إسبانيا يوم المباراة رفقة باقي زملائه، كما أنه لن يحضر المنطقة المختلطة ولن يدلي بأي تصريحات، وخاصة لن يلتقط صور تذكارية مع أحد. وبطبيعة الحال هناك شرط عدم الالتحام للاعب الأسود بقوة مع اللاعب الأرجنتيني، فهل ينفع دفع نصف مليار سنتيم لهذا اللاعب ومثلها للمنتخب البلاد الضيف على المغرب لخوض نزال ودي بهذه المقاسات الهادئة والناعمة؟ أم تراه كان يجدر الجلب منتخب إفريقي بالمجان يفرض تنافسا كبيرا وقويا يليق بنا سيكون عليه الوضع بالكان؟ سقط فريق سفيان بوفال سيلتا فيغو أمام مضيفه أيبار لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني ليواصل الغرق والتواجد في المراكز الأخيرة، علما أنه يتواجد في المركز 17 بفارق نقطتين فقط عن المركز 16 المؤدي للهبوط الذي يحتله فريق فياريال. ولم يشارك بوفال كأساسي في اللقاء اليوم، وانتظر حتى الدقيقة 68 ليدخل أرضية الميدان وخاض أكثر من 20 دقيقة، لكن مشاركته لم تأتي بالإضافة وخسر فريقه 3 نقاط. بعد تألقه في الجولة الماضية عاد أشرف بن شرقي ليجلس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم التي خسر فريقه لانس أمام مضيفه باريس إف سي لحساب الجولة 27 من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. تحدث الناخب الوطني إيرفي رونار في حوار مع موقع رسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن مستقبل المنتخب الوطني المغربي، حيث سلط الضوء على مجموعة من النقاط تهم نهائية كأس أمم الإفريقية من استعدادات تركيبة بشرية ومواجهة منتخبي مالاوي والأرجنتين وأشياء أخرى. وأوضح الثعلب الفرنسي إيرفي رونار أنه من الصعب الفوز بكأس الأمم الإفريقية في ظل مشاركة مجموعة من المنتخبات الإفريقية الكبرى، فالمنتخب المصري سيكون مدعوما بجماهيره التي تعشق المستديرة، بالإضافة إلى السنغال التي يمتلك عناصر جيدة، منتخب الكاميرون الذي سيدافع عن لقبه، ثم نيجيريا مرضفا بالنسبة لي. أرفض الضغط على المغرب، أفضل الإطاحة بمنافسي على أرضية الملعب.